سحر. الحقني وطلعني الحقني الحمد لله إن أنت جيت. أنا جايك طيران، أبغى أعرف جوالك ليش مع يوسف؟ خوفتيني. يوسف كان عندي هنا وهو اللي خد مني التليفون. إيش قاعد تقولين؟ كيف كان هنا يوسف؟ كيف؟ وش دخل هنا بيتنا؟ وليش عطيتي جوالك تتكلم إليه؟ والله العظيم أنا حاولت ما أدخلوش، حاولت إن أنا أمنعه، قلت له أنا جوزي مش هنا، بس هو كان جاي وكان ساحب معاه ماما، وكان جايب معاه راجل بلطجي كده طول بعرضه وشكله غريب جدا. وش داخل بيتي هنا في غيابي ومع رجالة بعد؟ تكلم ليش جاء هو هنا ليه؟ وليش عطيتي جوالك؟ أنا ما قدرتش أتحرك ولا أنطق ولا أتكلم، خلى الراجل البلطجي اللي بعدها كسر التليفون الأرضي وكسر الراوتر وكمان خد مني التليفون وطلب من ماما إن هو ياخد منها التليفون. أنا مش عارفة هو عمل في ماما إيه، مش عارفة دلوقتي عمل في ماما إيه والله. خلاص لا تبكي، اهدي اهدي، علميني ليش جاء هنا هو؟ هو كان بيدور على عقد البلة وقلب البيت كله عليه وطي، وهو بيدور على أكيد هو راجع تاني، أكيد مش جاي لوحده، أكيد كان جاي مع البلطجي ده برضه. والنبي عشان خاطر ما تفتحلوش. أهدي أنا أبغى يكون هو. ما تفتحلوش النبي. أنا أوريها. هذا أنت ها؟ الله جابك. تعال تعال بس تعال. تعال يا جبان يا حقير. تعال يا جبان، تدخل بيتي بغيابي أنت؟ تدخل بيتي بغيابي وأنا ما أدري؟ وجايب رجالك معاك؟ لهالدرجة تخاف من الحريم؟ أنا لي حق عندكم. وراح أخذه يعني راح أخذه. وأنت اعترفت بلسانك يوم كنت تتكلم بالتليفون معاي عبالك إن أنا زوجتك. شريكتك في السرقة. اسمعني زين. اسمعني زين وفتح لي أذنك. إذا لك حق تجي تاخذه من عندي أنا، مو تلف من وراي وتروح عند الحريم. مفهوم؟ أنا اللي يدخل بيتي يا يوسف من غير ما أدري أقص رجول أقص ولا بس استدوي على الحريم يا القوي. إذا كنت تخاف عليها فهميها مني وانت احمي نفسك بعد، لأن 3 أيام إذا ما طلع العقد بهال3 أيام لا ساعة زايدة ولا ناقصة عاد لا يطلع العقد. وانتو اختاروا يطلع عقد الفيلا ولا عقد الزواج السري. يا ولد عمي جبان جبان وحقير.